هذا من أدلة تحريم الأغاني وتحريم المعازف بجميع أنواعها وآلات اللهو. وإن كان يوجد من المحتالين المنتسبين إلى طلب العلم من يبيح الأغاني، خصوصا الصوفية يتقربون بها إلى الله، يجعلونها من العبادة، هذا أشد. هذا الحديث وأمثاله من أدلة تحريم الأغاني وتحريم آلات اللهو من معازف وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل التحذير والوعيد الشديد والمسخ مرتبط فقط باستحلال الخمر والحرير والحر والمعازف والحرى والمعازف، أم مرتبط بارتكابها؟ وهل هذا مختص بهذه الأمور أم يتعدى؟ من استحلها كفر ولو لم يرتكبها. من استحل الخمر والمعازف والحرير كفر ولو لم يفعلها، أما إذا فعلها مع الاستحلال هذا أشد، وأما من فعلها ولم يستحلها هذا لا يكفر، هذا عاصي، سمى عاصي فاسق. من فعلها ولم يستحلها، قال لا هي حرام وأقر أنها حرام واعتقد أنها حرام ولكن هو يرتكبها، هذا يعتبر عاصيا وفاسقا ولا يكفر بهذا. أما من استحلها يكفر ولو لم يستعملها. نعم.